صباح الوطنية، صباح الوفاء للوطن، صباح الوعي، صباح كل حدا بيمشي اسم لبنان بدمه. من السهل جدا انه نكتب عن لبنان قصيدة او نحكي عنه بغنية. من السهل جدا انه نتغنى بلبنانيتنا ونقول بحبك يا لبنان. لكن من الاصعب والاهم انه نترجم هالحب لفعل. ولما نحب لبنان يعني ان احنا قدام مسؤولية كتير كبيرة، وهي انه نحب بعض اكتر. بتمنى بهالصباح اللي حامل بعيونه غيوم سودا انه يغسل بامطاره كل عمل طائفي وكل غاية دنيئة، ويرجع يزهر الاخضر بقلوبنا قبل الارض. صباح الخير منال، كيفك؟ صباح الخير ناريمان، وصباح الخير لجميع المشاهدين. ومع هالمقدمة الحلوة بدنا نقول انه نحن عم نتحضر لعيد الميلاد، لعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح، ومنقول هيك من كمان من قلب رحم الألم والنضال يلي عم بيعيشه الشعب اللبناني. بنتأمل انه يولد لبنان جديد، لبنان هيك على قياس الشعب اللبناني العظيم. وانا كمان بدي عايدك، مع انه معايداتنا فيها غصه، يعني بنتمنى انه السنه الجاي ما يكون في عنا اي مشاكل ولا بنكون عم نمر بازمات، وينعاد عليكم بالخير بس من دون هيدي الازمات اللي عم نمرق فيها باذن الله. ناريمان، على كل حال البشريه من زمان وجرب تقطع بهيدي التخبطات وهالمشاكل، بتحسي كانه هي هي الحياه. بتعرفي منال، اليوم ساعتين ونص على الطريق علقاني على الجيه، كثير انفتحت قدامي تساؤلات وافكار. فكرت بهالدنيا وبالبشر، انه عشو بيقعدوا بيتخانقوا وبيعملوا حروب وبيتقاتلوا ليحصلوا على مساحه ارض او يمكن على كرسي او على سلطه، وبالنهايه ما راح يحصلوا باخرتهم غير على شقفه صغيره تحت الارض. صحيح. ما راح يوسع عليهم غير اعمالهم. فبتمنى انه يفكروا بهيدا الشيء. صحيح ناريمان، وبتعرفي كل انسان مفكر وعنده عقل ولامس الانسانيه وواصل لمراحل هيك بسيطه ومتقدمه وبسيطه بالاحرى من الانسانيه بفكر بهالطريقه. للاسف يعني بتقولي انه لا، في ناس عن جد مش واصلين لهم. يعني اذا بتحكي مع طفل صغير بريء بعدها ذكرته هيك فاضي ومنه مكون شيء، بتلاقيه بفكر بهيدي الطريقه. يعني ربنا بيخلقنا هيك بنفكر. صح. ولكن الحياه والجشع والطمع والهيك طمع بالثروات، بفكر حاله الانسان انه هو باقي هون وكانه بده يورث الارض ويكوش على كل شيء. ما بيقدر يفكر بهالطريقه. نحن ما فينا نكون قديسين، بس على الاقل فينا نكون انسان نتمتع بأدنى صفات الإنسانية. 100%، هيدا هي الديانة يلي نحنا كلنا بندعي لها، الإنسانية أولا وآخرا. وبنبقى هلا مع تسعية الميلاد. طهورا وما كفت بتولا تدهش الأذهان. مريم بحملة ليسوع بأحشاء 9 أشهر مكثت بتولا قبل الميلاد وفيه وبعده وما دام الزمان. بقولنا هيك عن مريم إشارة لإيمان الكنيسة إنه بكونها والدة الإله. حملت مريم بأحشاء وهي عذراء يسوع المسيح يلي تكون بطريقة عجائبية بفعل الروح القدس وحده. بقيت هيك حتى من بعد الميلاد، يعني مريم هي دائمة البتولية. هيدا إيماننا. بقلنا تعليم الكنيسة الكاثوليكية لم ينقص ميلاد المسيح بتولية أمه، ولكنه كرس كمال تلك البتولية، يعني أعطى المعنى الكامل لبتوليتها بكونه تجسد منا بطريقة عجائبية وهي بتول. من هيك منقول عن يسوع بتجسده من مريم: زادها طهرا ومكثت بتولا تدهش الأذهان. بتعلمنا الكنيسة كمان إنه بتولية مريم الدايمة هي علامة على إيمانها الكامل بالرب واستسلامها الكامل لمشيئته بحياتنا. خلونا نوجه نظرنا صوب مريم العذراء حتى منا نتعلم كيف نستسلم بين إيدين الرب ونهتف له هلل هلل هللويا. هلل هلل هلل
بعد هالتأمل الميلادي منكون مع حالة الطقس. بحالة الطقس لليوم مشاهدينا، هلا الطقس دافي ناريمان مثل ما ملاحظين، ولكن هلا هيدا هدوء ما قبل العاصفة. جاي العاصفة بكره ان الله رد. هلا على الميلاد، يعني على الميلاد بتعرفي كل الناس بتحب انه الميلاد يكون هيك مربوط بشتاء بتلج بعواصف، بنحب هيدي الحالة، فما عليه نحن ناطرينا هيك وفرحين. هلا بدنا نقول انه قدت العواصف الاطلسية، رح نشوف فيديو بداية يلي صاير باسبانيا وبايطاليا، هول المشاهد مش من لبنان، نحن معودين نشوف هاي المشاهد بلبنان. لا لا نحن ما عندنا منهم لا وبنفكر انه الحق على الدولة. هلا تبين انه قدت العواصف الاطلسية اللي ضربت البرتغال واسبانيا وايطاليا لتشكل سيول، فاغرقت مدن كثيرة بسبب ارتفاع منسوب المياه. بنشير الى انه ان هالعواصف رح تضرب لبنان ابتداء من يوم الثلاثاء. لنشوف الله يستر يعني نحن كيف رح نكون جهوزيتنا لهيك نوع عواصف. اما طقسنا هو مثل ما شايفين اليوم هو مشمس ودافئ نهارا، بيبقى بارد بساعات الليل. رح تلعب الريح المعتدله والشبه دافئ فوق المنطقه دور هام بتشكل الصواعق والعواصف الرعديه، حين رح تصطدم بالجبهة الباردة الآتية من اليونان مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء. رياح شمالية دافئة سرعتها 15 كيلومتر بالساعة تتحول إلى جنوبية غربية ناشطة ظهر الاثنين، وتشتد سرعتها لتوصل لل 55 إلى 70 كيلومتر بالشمال. الحرارة على الساحل بين 20 وال 21 نهارا وبتتدنى لل 14 درجة ليلا. على الجبال فوق ال 1200 متر 14 درجة نهارا وبتتدنى لل 4 درجات ليلا. أما بالبقاع 18 درجة نهارا وبتتدنى لل 5 درجات ليلا. على الجبال اللي أعلى من 2000 متر هي 6 درجات نهارا وبتتدنى لل ناقص 3 درجات ليلا. الرطوبة 55%، ضغط الجو 1018 اكتو باسكال. يعني خلينا نستفيد هلا اليوم بعد شوي من الشمسات قبل العاصفه بكره. الله يستر. 100%. هلا ناريمان رح نكون معك مع فقره اضواء. بدايه بدي اقدم تعازي الحاره على رحيل الشاعر والممثل القدير ويليام حسواني، شويش المسرح اللبناني واحد اعمدته الاساسيه، تألق شعرا وغناء وتمثيلا على مدى أكثر من 50 عام، وكان المربي اللي خرج أجيال من الطلاب ترفع اسم لبنان. بدي أطلب لروحه الرحمة والسلام. أعلن النادي الثقافي العربي الجهة المنظمة لمعرض الكتاب بلبنان ونقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين إلغاء إقامة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته 63 اللي كانت مقررة بشهر فبراير المقبل على ضوء الاحتجاجات والمظاهرات اللي عم بتعم لبنان. وذكر النادي الثقافي ببيان أنه نظرا للظروف الراهنة اللي بمر فيها لبنان من ظروف سياسية ارتأى النادي والاتحاد إلى إلغاء الدورة الحالية وإرجاءها للعام المقبل. هيدي الخبرية كتير زعلت بصراحة. أنا زعلت كتير. بس كمان لو كانوا وهيك ونشاطك وقديه بتكون عم بتحضري لهي المرحلة، عن جد زعلت. يعني بنتمنى أنه تهدى الأوضاع. لي يمكن كمان ما كان رح يكون في أكيد ما كان رح ينجح يعني. فبإذن الله تكون هيك التأجيل هي خطوة خير. إن شاء الله يا رب. وكانت كمان دورة هالعام من معرض بيروت كانت مقررة تكون ب 28 هيدا الشهر وتأجلت لل 2020 بمشاركة 150 دار نشر عربية ولبنانية، إضافة إلى وجود أجنحة لعدد من الدول العربية والأجنبية من بين دولة الكويت وسلطنة عمان وأوكرانيا. نتمنى يتأجلوا للسنة الجاي. ألف مبروك، بلشنا بالخبريات الحلوة. ألف مبروك للشاعرة زينب حمادي فوزها بجائزة عصام العبدالله للشعر المحكي واللي تم الإعلان عنها نهار الخميس الماضي، وحصلت على جائزة مادية بقيمة 5 مليون ليرة تبرعت فيهم للعيال المحتاجة. وفيكم كان لازم اليوم تكون معنا على الساعة 11:30، بس بسبب وفاة الشاعر ويليام حسواني تأجلت للأسبوع المقبل. نعم.
نالت الروائية ناتاشا أبانا عن رواية الجنة فوق السطح جائزة خيار غونكور للشرق 2019 خلال حفل نظمته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والمعهد الفرنسي هالسنة بقاعة محاضرات المعهد، وذلك بعد إلغاء معرض الكتاب الفرنكوفوني بسبب الظروف الراهنة بالبلد. كمان يعني مش بس عنا، نظمت مؤسسة كوكيكيان للسنة الثامنة على التوالي احتفال توزيع جوائز مسابقة البيان على تلامذة الثانويات اللبنانية الأرمنية المتفوقين باللغة العربية، وكانت بالمناسبة كلمات دعت الأهل لتحفيز أولادهم على التكلم بالعربية، مؤكدة أن زمن العربية المكسرة ول بالمجتمع اللبناني الأرمني، وكان هالاحتفال بحرم بلدية الجديدة سد البوشرية. كمان هيدي خبرية حلوة أنه اللغة العربية ترجع تكون حية بلبنان للأرمن وللبنانية كمان. يعني 100%، وهيدي يعني نحن بندعي كل الأهل أنه يحكوا مع أولادهم اللغة العربية من هن وصغار. ما بعرف ليه في أهل بيفكروا أنه مش كلاس يحكوا مع أولادهم عربي، مع أنه يعني ما أنا ما بشوف ولا بلد بيربى الولد على لغة غير لغته الأم. يعني نتمنى نصير نفيق الصبح نقول لهم لأولادنا كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لا بس بالقليلة رح فيهم عربي ما يتفاجئوا فيها للغة، لأنه في كتير أولاد عم بيكون عندهم صعوبة بهاللغة لأنه مش سامعينها، ما بيسمعوها بالبيت، وشي كتير مؤسف. نتأمل هيك يبلش هيك التغيير بهذا المكان. شكرا نيمان على هالفكرة، وهلأ بنكون مع المتفرقات. رح نشوف صورة لأقدم كابل ثنائي بالعالم، عمرهم 106 و105 سنين، احتفلوا بذكرى 80 عام على زواجهم ب 22 ديسمبر. يعني صار لهم 80 سنة مزوجين وعمرهم فوق 100 سنة وبعدهم سوا. فهو بيقول جون انه سر النجاح، نجاح زواجهم، انه يكون زوج يعني هيك متساهل مع زوجته وهيك لذيذين سوا ومحبين وكل هالقصص. وهن تعرفوا على بعض بالمدرسة على مقاعد الدراسة وأكملوا مسيرتهم سوا. نقول مبروك لابن تونس مهدي العياشي نجم ذا فويس لهيدا العام. أكيد تونس فخورة فيه والعالم العربي كله فخورين فيه لمهدي. زيارة نقيب المحامين لسجون لبنان برفقة 700 محامي، يعني مبادرة فريدة شفناها بارح الأحد. أكيد نتائجها رح نشوفها أكيد أكيد بكرة مع زميلنا روي جريش، أكيد رح يعطينا أكثر معلومات عن هالزيارة لشو أدت. وهون عم نشوف هالنقابة قدي فعلا ارتقت من بعد هالثورة، ارتقت النقابة مع الانتخابات الجديدة ومع رئيسة استاذ خلف لهالمكان الرائي والتفكير بالسجون وهالأمور قديش حلوة. كمان ذكر انه شاف حالة كتير مأساوية ودعا الكل انه يعملوا زيارات مثيلة مثل اللي عم فيها. نعم. بنشوف غطسة براس محمد مع سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قام فيها الغطاس مصري اسمه تامر سلمان. يعني رائعة جدا هالمبادرة، وحتى نزلوا بالغطسة 24 متر، يعني غطسة رائعة جدا. بنوجه تحية خاصة لتامر هالغطاس الرائع جدا، كتير حلو قدي هالأشخاص بيكونوا محرومين يعملوا هالاكتيفيتيز وبتكون غصة بقلبهم. فتامر هيك حقق حلم امرأة. ان شاء الله هيك بنشوف هالمبادرة اكتر واكتر. البرلمان الاوروبي قرر ابتداء من العام 2021 حظر استخدام البلاستيك يلي بنستعمله لمرة واحدة، السنجل يوز بلاستيك، لاجل وضع نهاية لتلوث المحيطات بالبلاستيك. طبعا نحن بلبنان كمان نحن دائما بنشجع وبنطلب انه ما نستعمل السنجل يوز بلاستيك، لانه فعلا هن مأذيين كثير للبيئه. يعني ما بعرف شو بدها هيدي واحد انه يجلي كبايه او يجلي صحن او يجلي شوكه،
انه الناس بتروح على انه تستعمل صحون اشياء سريعة. بلاستيك، وبنأذي البيئة صح. وبنأذي حالنا ومستقبل أولادنا ومستقبل البلدان كلها. فهيك إن شاء الله إنه نحن ناخد هيدي المبادرة. هول هن أخبارنا لازم لليوم. اولادك كلهم ما بقى يستعملوا بلاستيك اذا بيستعملوا عشان تجلي كتير. فينا نعلم أولادنا هن يجلوا كمان، حلو مش بس الأم تجلي، لازم أولادنا كمان هن يجلوا، ليش لا؟ لفتتني منال كمان خبريه نعم. انه في جزيره اوروبيه عم بيطالبوا عاملين احتجاج بدهم يلغوا الوقت نعم. لانه ما بيصير عندهم ليل دائما الشمس شارقه ليل نهار نعم. لمده 60 يوم بتضلها شارقه، فطالبوا انه يلغوا الوقت، ما يكون في وقت ابدا. واو. يعني فيهم ساعه اللي بدهم يفيقوا مثلا 4 الصبح يعملوا اي شيء، يمكن يعملوا معامله رسميه، ما يكون في لا ليل ولا نهار، يعني يشتغلوا 24 ساعه 100%. صعب بس إيه؟ ممكن مش هيني تتاقلمي ابدا. بهيك منال؟ لانه اكيد الجسم ما رح يتاقلم، يعني الجسم لا، هن فيهم يناموا اكيد، بس انه باي وقت بدهم اياه، مش انه هلا ضروري. حلوه الفكره، تعال فكري فيها، انه حلو الواحد هيك يعني يقدر يعمل اللي بده اياه باي وقت، ما بس يكون قبلك مضغوط. نحن اللبنانيه بتزبط معنا، نحن بوقت هم مش منظمين كيف ايه بلا بس هيك وقت. يعني بنصير نترك حالنا لاخر دقيقه، يمكن ما بعرف شو انا ما بصير. بقدر اعيش بهيك منال، لانه ما في اعيش بلا الليل والقمر والنجوم. ايه اكيد. طبيعي، هيدا وحي الشاعر، يعني هن ادوات الوحي تبع الشاعر، الليل والالم والوجع والشمس والقمر. وهلا مشاهدينا رح يكون مع تيبس لدكتور انطوان شرطوني. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم الملاحظه اللي بدي اقدمها هي موجهه للاهل، الاب والام، وهي كيف طريقة تعلم الطفل. بحب قلن انه بيتعلم الطفل مش بس من خلال الشروحات يلي بتقدموها، بل بيتعلم الطفل اكثر شيء من خلال المراقبة. المراقبة شيء اساسي عند الولد، بيتعلم من خلالها كيف بده يطبق من خلال التكرار يلي بشوفكن عم تعملوه. يعني مثلا الولد وقت بده يعرف او بده يلون شيء، بتقدروا تلونه قدامه وما تظهروا برات الزيح. بهذه الطريقة الولد رح يتعلم مرة بعد مرة، أكيد مش من أول مرة، مرة بعد مرة رح يتعلم أنه هو بيقدر يلون بدون ما يظهر برات الزيح. هذه طريقة ممتازة للولد أنه يتعلم فيها من خلال التكرار والمشاهدة، وأكيد الدراسات كلها العلمية أكدت أنه من خلال المشاهدة الولد بيتعلم وحتى بيطبق ذات الشيء اللي عم بيشوفه. وأكيد أنا بحب أقول أنه حتى المشي الولد ببلش يتعلم كيف بيمشي من خلال مراقبة الراشدين أو مراقبة أمه وبيه كيف عم يمشوا. من هيك واحدة من الأسس للتعلم عند الأطفال هي طريقة المراقبة. أنا بشكركم وبشكر استماعكم، وأكيد بنلتقى بحلقة جديدة إذا الله رب. يعني شكرا للدكتور شرطوني اللي دائما بيعطينا النصائح، وفعلا قد ايه مهم منال انه نراقب اولادنا، وكمان بس بدنا نعلمهم نطبق قدامهم قبل تا يقدروا يتعلموا دغري كمان. فعلا ناريمان، بتعرفي هلا امبارح عشيه صار معي حادثه مخيفه. ابني عمره 9 سنين، مفروض انه واعي، وابني الثاني عمره 11 سنه. يعني رحنا دهرنا انا وجوزي لنجيب شويه هدايا بعد ناقصين للعيد، واذ برجع على البيت بكتشف انه ابني عم بيحط تليفون على الشارجر، فالشارجر البريز تبعه الحديد تبعه فلتوا، فحط ايده بالكهرباء. يعني تخيلي، وانا يعني مسقفتهم عن هالموضوع، وبالمدرسه عاطينهم هيدي الثقافه انه الكهرباء وخطورتها وكل هالمواضيع. كهرب يعني؟ كهرب، بس كهرباء صغيرة، ما بعرف كيف ربنا يعني نجينا من كارثة. الفكرة انه هيك صرت فكر انا انه قدي الولد يعني لو كبر شوي لان عمره 9 سنين بدك تضلك عم بتراقبيه، بدك تضلك تراقبي، وقدي اوقات بس تغفل عينك ممكن يصير في كوارث، وهذا اللي بنشوفه اوقات كتير، بنشوف حوادث بتصير أكيد. ما بيستوعبها العقل. الولد بضل هيك بمرحلة اكتشاف، بمرحلة حشرية، يعني عارف انه الكهرباء خطرة، وعارف انه ما في مد ايده عليها، ومد ايده يعني قال فكر انه هو مد ايده هيك قال شوي صغيرة انه ما رح يصير شيء، الله يحميه، نفضت الكهرباء، الحمد لله الله ستر.
بس عن جد كتير مهم نضلنا عم نراقب ولادنا بكل الأوقات، وما أبدا نهمل هي الفكرة إنه نفكر إنه ولادنا كبروا وما نتكل أو على صاروا. غيرنا كمان ما فيك يعني. تتكلي على حدا صراحة، يعني غير عيون الأم وعيون صح يمكن التيتا وجده، غير هول العيون بالبيت ما في حدا بيكون هالقد حريص على الطفل. يعني قبل عمر المراهقة، قبل عمر 12 سنة، الولد حتى بعمر مستحيل. المراهقة لازم مراقبة كمان أكتر. ايه بس أكيد بكرة بالقليلة دكتور شرتوني بيعطينا بيكون نصايح عن بطل هذا هيك الموضوع. شوي ياخد ريسك هو لحاله، وبطل عنده حب الاكتشاف شوي، يعني بيكون اكتشف الحياة بتصير أغلطه اكثر بطريقة تانية. 100%. بصير يعني من بعد ما انه بنكون قطعنا هيدي المرحلة. ف هول هن يعني هي نصيحة دكتور شرتوني، وبكون هلا مع فقرة ويك اب. عم بتقلي فالنتينا انه ما في صور بهيدي الفقرة. صراحة انا كنت محضرة صور لطاولة الميلاد، صعب اشرحهم يعني اذا ما في صور، بس انه فيني اقول انه كتير مهم، انه يعني هني افكار كتير بسيطة لطاولة الميلاد، هيك تكون ملونة وحلوة، فينا نضيف شموع، فينا نضيف شوي من اغصان شجر من جنينة أو من ورد حي الله محل، ورد، إيه يعني كل شيء هيك موجود. هلأ مش موسم يمكن ورد بيطلع لحاله، ما بعرف. بلا، بالعكس انا إيه كل يوم بلاقي في ورد. ماما وخالته حاطين لي بوكيه ورد مقطفين لي اياها على المكتب. حلو كتير، يمكن تحت على الساحل بيكون في ورد بيطلع. أنا عم بحكي عندي بالجبل لأنه ورد هلأ بيكون بس بالصيف. بس انه في هيك اشجار، انواع اشجار شجر ميلاد، وهيك انواع شجر بدلهم حتى بالشتاء بدلهم يعطوا، بدلهم خضر. فحلو كتير هيك نقطف هالغصان شوي، نحطهم على الطاولة مع شوية بولات حمر او ذهبي، او فينا نروح على اللون الابيض الكلاسيك، هيك كل الطاولة تكون بيضة، يعني هيك كومبينيشن الوان وصور، نعطي شوي حياة لطاولة الميلاد، ونعطيها هيك شوي من ذوقنا ومن ذاتنا، ما تكون كتير تراديسيونيل. واهم شيء يكون عليها الاكلات اللي بنحبها. طبعا ايه هلا بتعرفي، لانه هلا قاطعين بازمه ناريمان، يعني شو ما اكلنا بنقول كتر خير الله. اكيد البطاطا المشويه اليوم انه هي شيء رخيص يمكن البطاطا، بس هي شيء كتير طيب، انا هي بحب الزعتر مثلا. اطيب شيء. ايه انا بحب البطاطا هيك بطاطا، عرفتي انه كسترة مشوية، شوية اجبان، يعني ما ضروري تكون كتير طاولة مفلسفة. هول هن يعني الافكار. عندك شدي فيه ناريمان؟ لا شكرا على هالمعلومات والنصايح اللي سمعناهم اليوم منك ومن دكتور شرتوني. نعم، وهلا مشاهدينا بريك وبنرجع من بعده.